仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。って世界はこんなにも残酷じゃないか。世界は残酷なんだ。全てはこの先にある。السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. سنتحدث اليوم عن سبب فشل إيرين في المانجا ولماذا فقد العزم على مواصلة القتال وعهد بمستقبل جزيرة لأصدقائه، وما الدافع الذي سيجعله يمضي نحو الأمام في الأنمي وتغيير قدره بنفسه في هذا العالم القاسي. هذا الفيديو سوف يكون حرقا على متابعي الأنمي، وسنكمل فيه إن شاء الله رحلتنا نحو الحقيقة المخفية في هذه القصة العظيمة. المرجو إكمال الفيديو للنهاية لكي لا تفوت عليك أي شيء، فكل شيء مربوط من البداية للنهاية. لا تنسونا يا أصدقاء باللايك والنصر والاشتراك وترك تعليقاتكم الجميلة التي دائما ما تدفعني للمضي للأمام. هذا العالم قاسي. لطالما ذكرت هذه العبارة في القصة على لسان شخصيات هجوم العمالقة، وقد استعملت هذه الكلمات في أوقات مصيرية ومهمة على مدار السلسلة، ودائما ما كان يسبق هذه الكلمات تردد أحد الشخصيات في مقاتلة أحد أصدقائه. قبل صدور الكور الأول من البارتي التالي، كتب السيد ميما مخرج الصوتيات في هجوم العمالقة هذه الكلمات أيضا، وهنا كان لابد لنا من أن نتذكر أن هذا الشخص هو نفس الشخص الذي طرح فكرة تغيير نهاية القصة في حدث خاص. فهل كان يلمح مخرج الصوت مرة أخرى بظهور شيء ما مستقبلا؟ وما الذي يريد إيصاله لنا من خلال هذه الكلمات؟ في الفصل 32 من مانجا هجوم العمالقة، كان إيرين مترددا ومفتقرا للعزم على قتال آني بسبب رابطة الصداقة التي تجمعهما، وتساءل أيضا لما أرمين وميكاسا مصران على قتال آني رغم تلك الصداقة التي تجمعهم من أيام تدريبات الفيلة. فقالت ميكاسا أن هذا العالم قاسي، مما جعل إيرين يعقد العزم ويتحول لعملاق، لكنه لم يهزم آني لأنها هزمت على يد الفيلق، وهذا ما رأيناه في المانجا تحديدا. في الأنمي لم يتحول إيرين فور سماع ميكاسا تقول أن هذا العالم قاسي، لكن هذه المرة كان الدافع للتحول بعد سماع كلمات آرمين الذي أخبره أنه من لم يضحي بأي شيء لن يستطيع تحقيق أي شيء. وقال إيرين: أعلم بهذا، لقد تشبثت بعواطف ورفاق، لهذا كنت دائما ما أفشل. وهذه المرة قال بنفسه أن هذا العالم قاسي. سيكاي وا زانكوكو ناندا. وتحول بعدها إيرين لعملاق لمقاتلة آني وترك روابط الصداقة خلفه. ونوعا ما هنا إيرين تعلم من خطئه في المانجا وطبقه في الأنمي لا إراديا. وبعد ذلك يا أصدقاء، ظهر لنا ولأول مرة إيرين بالنسخة الهائجة، والذي استطاع التغلب على آني بمفرده هذه المرة ودون مساعدة أصدقائه. المشهد الآخر الذي استعملت فيه هذه الكلمات كان حينما قاتل الفيلق بيرتول، حيث قال هذا الأخير أن أفراد الفيلق يظلون أصدقائه لكنه عازم على قتلهم ليكمل مهمته، لأن هذا العالم يتسم بالقسوة. كانت هذه اللحظات التي قيل فيها أن العالم قاسي، لحظات مفصلية لشخصية ما تريد العزم على قتال أصدقائه والمضي قدما نحو الأمام. وهذا ينطبق على إيرين الذي قاتل صديقته آني وميكاسا وبيرتولد الذي يقاتل أصدقائه من فيلق الاستطلاع. إن طبقنا يا أصدقاء هذا الأمر على نهاية الأنمي، فإن إيرين سيقاتل أصدقائه، فهل سنسمع هذه الكلمات مرة أخرى وستكون حافزا ليمضي إيرين بعزم ويضحي بأصدقائه في سبيل تغيير قدره؟ في المانجا لم نرى هذه الكلمات في الفصول من 131 إلى 139، فلماذا وضعها مخرج الصوت إن كان هذا السطر غير موجود بتاتا في نهاية المانجا؟ وهل سبب وضع السيد ميما لهذه الكلمات هو قول أحد الشخصيات لهذه الجملة في الكور القادم؟ وربما قد نسمعها من إيرين، لأنه حينها سيكون هناك قتال بين التحالف وإيرين. وهل سيظهر بعدها العملاق الهائج تماما مثل ما حدث في نهاية الموسم الأول، ليكون هناك تغيير في نهايتين، تغيير في نهاية الموسم الأول وتغيير في نهاية الموسم الأخير؟
لأنه تم بالفعل تغيير نهاية الموسم الأول، بحيث أن إيرين لم يهزم آني لوحده في المانجا، لكنه استطاع هزيمتها في الأنمي بالاعتماد على نفسه، ولأنه يريد المضي للأمام. فما الذي يدفع الشخص للمضي للأمام في قصة هجوم العمالقة؟ تدور قصة هجوم العمالقة حول اختيار الشخصية، لا تدور القصة تحديدا حول الاختيارات الصائبة، لكنها تتعلق بقبولك أو تقبلك للاختيارات التي اتخذتها. فالعيب الأول في شخصية إيرين هو أنه لا يستطيع أن يثق بنفسه ويقبل عواقب اختياراته، ولهذا كان دائما ما يعهد بكل شيء إلى رفاقه. أعطانا إيسياما أول مثال لهذا في الحلقة 10 من الموسم الأول، حينما سأل ضابط الحامية العسكرية إيرين هل هو بشري أم عملاق، وقد وضع إيرين خطتين لتفادي هذا الأمر. الخطة الأولى كانت بالاعتماد على نفسه والهروب لوحده والذهاب للقبو، بينما اقتصرت الخطة الثانية الوثوق في صديقه آرمين لإقناع الضابط أن إيرين لا يمثل تهديدا وأن بإمكانهم الاستفادة من قوة إيرين. في الأخير اختار إيرين الوثوق في آرمين ليقنعهم، لكن كانت النتيجة أن آرمين لم يكن الشخص الذي أقنع الضابط، لأن القائد بيكسيس من قام بإنقاذهم. المثال الثاني كان في مشهد مطاردة العملاق الأنثى، حيث منح ليفاي اختيارين لإيرين، إما أن يثق بزملائه من فرقة ليفاي أو أن يثق في نفسه وفي قوته ويحارب العملاق الأنثى. ليفاي لم يعلم أبدا الخيار الصحيح وماذا ستكون النتيجة، لذا قال لإيرين أن يختار الاختيار والقرار الأقل ندما. فقرر إيرين الاعتماد على أصدقائه، وبسبب اختياره مات رفاقه من فرقة ليفاي. ظن إيرين بعد ذلك أن هذا الخيار خاطئ، لكن النقطة هنا لم تكن متعلقة بما هو الخيار الصائب أو الخيار الخاطئ، لكنها كانت متعلقة بقبول الخيار الذي اتخذه إيرين والمضي إلى الأمام مهما كانت العواقب المترتبة عن هذا الاختيار، بسبب ظن إيرين أن اختياره كان خاطئ ولعدم تقبله نتيجة هذا الخيار. قرر إيرين التحول لعملاق ومقاتلة آني، لكن هذه المرة فشل وخسر أمامه لأنه كان غاضبا لدرجة أن هذا الغضب أعمى، وهو الشيء الذي جعله يهزم. في جولتهم الثانية وتحديدا في المانجا، واجه إيرين صعوبة في قبول أن أحد أصدقائه هو العملاق الأنثى، ولم يستطع تقبل قتال آني بسبب رابطة الصداقة، وقال لميكاسا وآرمين كيف يمكنكما القتال في هذه الحالة لأن آني تعتبر صديقتهم. أجابته ميكاسا ليس لدينا خيار آخر، سنقاتل لأن هذا العالم قاسي. كانت كلمات ميكاسا هي الدافع له للتحول لعملاق في المانجا، لكنه كما قلت لكم سابقا لم تكن هذه الكلمات دافعا أقوى ليهزم آني في المعركة، لكن كلمات آرمين في الأنمي كانت بمثابة حافز ليتذكر أنه فشل سابقا في هزم آني بسبب عدم مقدرته على الثقة في نفسه. في الموسم التالي تعلم إيرين أن يثق بنفسه أكثر، فقبل ذلك أدرك أنه ليس مميزا وأن كل هذا لم يجب أن يحدث لأن والده قتل العائلة الملكية، وشعر بالذنب بسبب اختيار والده. لكن هيستوريا أنقذته وأخبرت أنها قد تكون عدوة الإنسانية، لكنها ستظل دائما حليفة لإيرين. هذه الكلمات كانت أحد الأسباب التي جعلت إيرين يؤمن بنفسه وينقذ أصدقائه من انهيار كهف عائلة الريس. بعد أرك شيغانشينا وبعد أن علمنا حقيقة العالم، بدأ إيرين يتغير بالنسبة لأصدقائه، وبدأ يقوم بالأمور لوحده بسبب نفاد الوقت، ولأن الفيلق لم يقترح أي حل بديل لإنقاذ جزيرتهم ومنع الشرطة العسكرية من التضحية بهستوريا، ولهذا ذهب إلى مارلي وتخلى عن أصدقائه لفترة من الوقت، لكنه لا يزال يثق في أصدقائه للمجيء وإنقاذه عندما هاجم ليبيريو. عندما عاد الفيلق وإيرين لجزيرة البارادايس، قاموا بسجنه وعاملوه على أنه مجرم، حيث بدأ أيضا أصدقائه بالشك فيه وفي نواياه الحقيقية. بعدما قام إيرين بتفعيل الهدير، كان ينوي قتل كل أشكال الحياة خارج الجزيرة، وقرر أصدقائه إيقافه وإنقاذ العالم. ربما يكون إيرين قرر بدء الهدير من أجل أصدقائه وإنقاذ الجزيرة، لكن تلك الدوافع لم تكن أبدا بما يكفي لإنهائها كما رأينا من نتائج اختياراته في الفصل 139. واختار هناك إيرين مرة أخرى أن يعهد إلى أصدقائه وخاصة آرمين بمستقبل المتبقين من البشرية.
لقد صار إيرين في مستقبل محدد سلفا، وهكذا قرر أن يترك الباقي على آرمين وأغمض عينيه في الفصل 131. لكن ما أظهرته لنا الصفحات الإضافية أن نتيجة هذا الخيار كانت تدمير جزيرة بارادايس بعد سنوات سلام زائف، واللعنة بدورها لم تختفي، ولهذا الدورة لا تزال مستمرة، وهذا الأمر الذي لن يقبله إيرين. في الأنمي يا أصدقاء، إيرين ربما لن يعهد بالمستقبل لآرمين، لأنه هذه المرة سيرى بنفسه ما الذي سيحصل، وقد تم تغيير هذا في الأنمي من خلال فتح إيرين لعيونه داخل العملة. أغنية البداية الخاصة بالبارتي الثاني رامبلينج قد تكون لمحت لهذا الأمر. تقول كلمات الأغنية: إن خسرت كل شيء وتعثرت وسقطت فلن أنظر بعيدا أبدا. ويمكننا مقارنة هذا أيضا بهذا المشهد من نفس الأغنية، والذي نرى فيه إيرين ينظر للأرض مع مرور الطائر الأبيض الذي يمثل إيرين بالمانجا. وكما رأينا في نهاية المانجا أن إيرين سقط ولن ينظر بعيدا أبدا، وبعكس ذلك فإن إيرين بجانب الطيور السوداء ينظر للأمام واثقا بنفسه. وهذا أيضا يقترن بمشهد الحلقة الأخيرة من الأنمي التي رأينا فيها إيرين فاتح لعينه. أتمنى أن تكون الفكرة وصلت بأسهل طريقة ممكن. إيرين يا أصدقاء، يجب عليه أن يثق بنفسه هذه المرة، لأن هذا دائما سيظل الخيار الصائب، وهذا ما قالته أيضا أغنية طفل الشيطان. العيب الثاني في شخصية إيرين أنه ليس لديه هدف شخصي وملموس، ليس لديه شيء أو شخص يمكنه مساعدته على المضي للأمام. فطوال السلسلة يسأل إيرين أصدقاءه وأعداءه سؤالا واحدا: ما الذي يقاتلون من أجله؟ بالنسبة لميكاسا كانت قادرة على القتال لأن العالم قاسي، ليس لديها خيار، لكنها كان لديها شيء هو إيرين الذي تحاول جاهدة حمايته، مما دفعها للمضي قدما. بالنسبة لآني فهي كانت مستعدة لقتل الكثيرين من الناس، إن كان ذلك يعني العودة لوالدها وللمنزل، وهذا كان الدافع الأكبر لها للمواصلة والمضي قدما. بالنسبة لراينر، وحين لقائه بإيرين في ليبيريو سأل إيرين راينر عن الدافع الذي كان يقاتل من أجله عندما دمر الجدران في بداية القصة، فكانت إجابة راينر أن الدافع الحقيقي هو ليكون بطلا ويكسب احترام الآخرين، وليكون مارليا فخري، ولكي يعترف به والده. إيرين وراينر هما كالمرآة، وكلاهما أجبرا على فعل أشياء فظيعة من خلال بيئتهم، ولكن ما يجعل راينر مختلفا عن إيرين هو أنه على استعداد لتحمل نتائج وعواقب اختياراته، بخلاف إيرين الذي ليس على استعداد لفعل ذلك كما رأينا في نهاية المانجا. في الفصل 133 قال راينر أنه عبء مؤلم جدا على إيرين، وهو فعل ليس بإمكان إيرين تحمل ذنب وعواقبه. لكن ما الذي جعل راينر يعيش من خلال الذنب الذي فعله قبل 9 سنوات، وما الذي جعله يمضي قدما؟ لقد رأينا راينر يكافح من أجل قتل نفسه وإنهاء معاناته، لكنه لم يفعل ذلك لأنه كان لديه شخص أو شيء ما ليحميه وليجعله يبقى حي. لقد كان لديه فالكو وقابل اللذان جعلاه يمضي ويستمر بالحياة من أجل حمايتهما، فما الذي يحتاجه إيرين ليجعله يمضي للأمام كباقي الشخصيات؟ هل إيرين يحتاج لحماية شيء أو شخص ملموس ما يحفزه للمضي قدما للأمام؟ قد تقول أن إيرين لديه هدف ملموس هو حماية أصدقائه وعيشهم لسنوات طويلة، لكن هذا لم يحقق لأن ساشا وهانجي ماتوا، وحتى أصدقائه كانوا على استعداد لخيانته وقتله. قد تقول أيضا أن هدفه هو الحرية والقضاء على أعدائه، فلماذا لم يكمل ما بدأه وتوقف عند 80%؟ الجواب وبكل صراحة أن هذه أهداف كبيرة وإيديولوجية، هذه الأهداف غير شخصية وليست ملموسة. لذا في المانجا عندما فقد إيرين إرادته للقتال والمضي قدما، لم يكن لديه شيء ملموس أو شخص ليقاتل من أجله. أغلق عينيه في الفصل 131 واستسلم، وكانت النتيجة لفقدانه لعزمه هي دمار الجزيرة وبقاء اللعنة وعدم تحقيق أي شيء. في الأنمي يا أصدقاء، إيرين لم يفقد عزيمته على المضي قدما، وهو لا يزال يراقب العالم بعينيه المفتوحة. فإيرين كشخصية تم بناؤها على مدار السلسلة يحتاج إلى هدف شخصي وملموس، شيء أو شخص ما سيساعده على المضي قدما والعزم على إكمال ما بدأه. والقصة قد قدمت لنا بالفعل الحل لهذا الأمر من خلال ذكريات غريشا والبومة.
家庭を持て。でも子供でも町の人でもいい。それができなければ繰り返すだけだ。إيرين في الحلقة الزمنية الأخيرة وهي الأنمي سيحتاج لهدف أسمى يجعله يمضي للأمام وبدون توقف. لقد كان عليه أن يتعلم من كلام البوم على الصور وحب شخص ما داخل الجدران، سواء زوجة أو طفل، لكي لا يكرر التاريخ نفسه وتنكسر الدورة الزمنية للأبد. حمل هيستوريا ليس شيئا كتبه إيسياما من فراغ وبدون هدف، لكن أعتقد أنه لديه غرضا سرديا. ربما قد خالف إيسياما توقعاتنا في نهاية المانغا، ولم يكن إيرين هو الأب، لأن الغرض من نهاية المانغا كان هو إظهار فشل إيرين ليحقق نجاحه في الخط الزمني التالي في الأنيم ويتعلم من أخطائه السابقة. إكمال هدير كاملا سيكون لهدف واحد فقط، لأن إيرين لديه طفل يريد حمايته، وهو أمر منطقي جدا. فقد أصبح لديه سبب شخصي وملموس يدفعه للأمام وسيحفزه على العيش حتى وإن فعل شيئا لا يغتفر. ففي النهاية يجب على إيرين أن يتقبل نتيجة اختياراته، وهذا الهدف الأساسي من القصة، وهو ما تدور عليه قصة الفيديو الموسيقي لأغنية قداس الفجر، النهاية الأصلية للأنمي.